الحمد لله انتصار مهم، وكما قلت معنا واحد يخدم على روحه لازم يكون ديما حاضر ان شاء الله في اي مباراة نكون موجود فيها نقدم الاضافه ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للمباراة كانت معناها كبيره، نشوف معناها ربحنا بنتيجه باهيه والحمد لله رجعنا للمركز الاول ترشحنا، هذه اللي هي حاجه عاديه ان شاء الله. المدرب يحكي انه النجم راهنوا على اللقب في الكان، برشا لاعبين صرحوا بهذا في وضعيه توا معناتها ودي من اللاعبين اللي موجودين اللي برشا في المنتخب الحقيقه قادرين راهم نتو في الوضعيه ديالنا. بيان سور احنا منتخب التونسي والله مش معناها كيما نقولوا نرمي في كلام، ولا انا راني ما نجاملش حتى كي نتكلم تعرفوني معناها راني نقول الكلمه اللي في قلبي واللي في مخي. لاعبيه احنا اللي موجودين الكل لاعبيه صغار قاعدين نخدموا على رواحنا، فما عنا اونتر بارونتيز صغار، انا معاش صغير كما نقولوا قاعدين نخدموا على رواحنا، نثبتوا في جمعياتنا، نجيو المنتخب ناكدوا بوركوا با نمشيو للكان ونهزوا، علاش لازمنا كيما كنا موندياليست كيب معناها كيب ناسيونال موندياليست، دونك نجموا في النيفو نتاع الافريكا نتصور نجموا نراهنوا على المنتخب على اللقب، نمشيو بتيت ابتي نحاولوا نترشحوا للدومي فينال، ومن بعد اللي موجود في الكار فينال في الدومي فينال تو نتصرفوا معاه باذن الله. صحيح بالنسبه لي انا معناها ان شاء الله كان كنت حاضر وكنت موجود ان شاء الله نقدم المردود اللازم ونعاون اصحابي ونعاون المنتخب، وكان علي ان شاء الله زاد كيف علي معناها قيمه ثابته وان شاء الله ربي معاه. والله باش نكذب عليك انا ما نحبش نتكلم برشا معناها في الامور هذيا، خاطر في اي ميركاتو معناها اسمي يكون مطروح سوليسيتي في الليغام، مش عارف شنو هي اللي قاعد يعرق في الحكايه هذيا، مش عارف بوتيتر الجمعيتي بوتيتر فنعرفش لي زاجون الله اعلم. ان توكا انا نخدم على روحي نقدم اللي لازم نقدمه وان شاء الله جاي خير يا رب. اي صحيح انا قلت لك في التوا في الثلاث سنين اللي تعداو حتى في ديسمبر معناها فما دي كونتاكت، مي ما نعرفش شنو اللي يصير. والله ما باش نقول لك انا رفضت ولا والله انا ما نستنى معناها في نهار اللي معناها كيما نقولوا الجمعيه باش تجي تنيغوسي معايا، نحكي على جمعيتي خاطر الجمعيات الاخرين يتعداو بالجمعيه ديريكت، دونك جمعيتي كلموني اون ولا دو فوا قلت لهم راني انا مدرغب في الخروج معناها باش نمشي ليغا، هما مش معناها كيما نقولوا متحمسين برشا، مي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتيتر نطلع معاهم السنه كان ما سالش ربي وخرجت. اي صحيح ملاعبي محترم جدا، ملاعبي تبارك الله عليه قاعد يقدم في مردود جيد، وحتى اليوم كيلعب حاولت ان نخليها ليس حاولت لو ماكسيموم نلعبوا بالكوره باش ما يدخل ديريكت في الجو، والحمد لله قدم مباراه كبيره. الحمد لله ان شاء الله ربي يسترنا ونخدموا على رواحنا وجي خير ان شاء الله.